اليوم ببلاغ صادر على الجامعة العامة للتعليم الثانوي والتربية البدنية يتضمن قرار إضراب عام يمس كل الجهات، وهو إضراب احتجاجي على العنف في إطار المؤسسة التربوية وكل العاملين بها ومقدمتهم الأساتذة. نبدأ أولا جهويا، هناك عديد التحركات التي وقعت وأنتم كمتتبعين لهذه الأحداث في سبيبة، في معهد زهور، في 2 مارس، أخيرا ما طال زميلتنا فاتن بن سلامة في المهدية، وآخر الأحداث وهو سميته هذا الإضراب هو يوم معناها حداد على المؤسسة التربوية التي يسعى لها من الداخل ومن الخارج لتدميرها بالكامل والإجهاز على حق أبنانا وحق أبناء هذا الشعب معناها في المعرفة. ما تعرض له زميلنا السحبي بن سلامة البارح داخل فضاء التدريس هي حادثة شنيعة، معناها رأيتم كيف وقع التنكيل به إلى حين أغمي عليه، ومعناها قاعة الدرس امتلأت بدم معناها هذا الأستاذ، نقل على الفور. مناسبة نحب نحيي كل الزميلات والزملاء في كامل ربوع الجمهورية وخاصة في جهة القصرية على تضامنهم اليوم وعلى الإضراب الذي نجح بنسبة 100%.